هل الشباب دور في الحياة السياسية وفي في المرحلة الانتقالية هذه؟ الشباب عنده دور كبير في الحياة السياسية خاطر يمثل الأغلبية من المجتمع التونسي، والشباب حاليا تويكا يقع استقطابهم من قبل السياسيين، خاصة نشوفوا الشباب الطلابي والشباب التلمذي من يقسموا فيه ما بين يمين ويسار ووسط، لكن نشوف الشباب عنده دور كبير خاصة إذا اصطف في صف الثورة. هي ثورة أصلا قاموا بها هم الشباب، ولهذا لا بد من مشاركة الشباب في اتخاذ القرار ومشاركته، لأنه هو جيل الغد، هو اللي باش يصنع تونس الغد، مش احنا تو باش نرجعوا بالتوالي. مثلا عندنا تو كيما تو في الحوار الوطني يحبوا يحطوا لنا جماعه بتاع من شو اسمه، من جايبينهم من قاع الخابيه. الشباب لازم يكون هو الحل باش يجي يعاون بلاده، لازم يخدم، لازم ينحي شويه الاعتصامات، لازم يحاول يعاون الحكومه الجديده اللي مش تجي هذه، باش يجي يخدم هو بذاته، يخدم ويعطي روندمون للبلاد ويعطي روندمون للروح ويخلي البلاد تمشي، خاطر هو الحل للشباب، هو لازم تعمل عليه تونس. دور مهم ياسر واجباري باش يكون الشباب ممثل في جميع القطاعات، خاطر هو المستقبل نتاع الشباب. الشباب قاعد ضايع ما يعرف حتى شيء، ماهوش هون كادري الشباب، كل واحد يعمل عليه تاثيرات كما هذوما نتاع السلفيين، كما الاحزاب عملوا عليه تاثيرات، معناتها الشباب ضايع. دوره اساسي للشباب، لكن نجم يكون سلبي ونجم يكون ايجابي، هو يختار. واسباب التوعيه معناتها وسيله ولا اي حاجه عندها دور باش توعي الشباب. اما عنده دور لازم منه الشباب، نجموش نقصيوه. الشباب هو تنجم تقول 90% في تغيير تونس كما هكايا. عليه خاطر الشباب هو اللي مات، هو اللي عرض صدره كرتوش، اللي هو اللي عمل الثورة، هو اللي ساهم فيها، وفي الآخر مستنفع بحد شيء، البطالة زادت، شنو باش استنفع الشباب؟ حد شيء، كان المشاكل هكا ما عنده حد شيء. دور الشاب التونسي في الثورة هذه كبير برشا، من المؤكد فهمني من واجبه كونه يكون عنده دور سياسي. ماذا بيا الشباب اللي ماهوش متمكن يبعد بتاتا عن السياسه، واللي عنده في مخه معناتها يبدا رزين ما فيها بس. دور كبير للشباب، البارتي من المجتمع كامل. خاطرو اكبر فئه تجم تعمل اللي في، معناها الكبار في العمر والصغار بالكل ما ينجموش يخرجوا للشارع يوصلوا كلمتهم، مش الشباب هو اللي ينجم بيان سور. الشباب شكون مستقبل تونس؟ الشباب اهم حاجه. ماذا بينا الشباب يعملوا دور على خاطر هما عملوا الثوره، لكني هالكبار هما اللي قاعدين مغلغلين في السياسه، معناتها 91 سنه ما نسميوش يسامي يلوجوا على رئيس وزراء في 90، والشباب تبارك الله تونس معبيه بالشباب وبالطاقات، هذا الشيء اللي يسف، معناتها مهمشين ومش مخلينا يبرزوا الشباب في السياسة. بصراحة مجتمعنا مجتمع شاب يعتمد على النشأة، النشأة نتاعو هي الشباب، إذا يلزموا ياخذوا دور في كل شيء. البلاد تقعد لاباس عليها، كان معناتها الشباب شي ما عندهمش دور ولا حاجة، معناتها حكاية فيها. عندهم دور كبير، دور كبير للحياة السياسية بحكم هم الأجيال القادمة يعني للحياة هذه، وان شاء الله يكونوا في المستوى صغارنا وصغار صغارنا. في بالي شباب صغير خير من الانسان كبير في العمر. احنا نعرفوا حاجه انسان كبير في العمر ما عادش يقدر باش يعني يقاوم الحياه السياسيه، فهمتي، بحكم الكبر نتاعو. عنده دور كان في التفرعيس والفساد وقلة الدين، هيك الدور السياسي نتاعو اللي عنده. بالطبيعه الشباب عندهم دور فعال بحكم الثوره نتاعنا انطلقت من خلال الشباب التونسي، وديما يقعد عنده دور كبير. بنقول له كان الخير ان شاء الله، وربي ان شاء الله يجازه، وربي ان شاء الله يعاونه.